وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. غادي تشوفوا واحد الجزائري، هذا بزاف، هذا بغى يخرج من التليفون ويدخل عند الضيف المغربي بكثرة ما المغرب واقف ليه شوكه في الحلقه ديالو، حتى مقدم البرنامج دخل وقال ليه الله يرحم لك الوالدي رجع شويه اللور، راك عدير لينا شي كارثه، وكيبكي وكيشكي والمغرب وضربنا ليه الاقتصاد ديالو وعاقبناه، وكان الاقتصاد ديال المغرب كان واقف بالغاز ديال الجزائر. دابا النجاح ديال المغرب لا في مجال الفلاحه ولا في السياحه ولا في الصناعه، ولا النجاح ديالو في الطاقه النظيفه كان بالغاز الجزائري اللي المغرب كيستهلك منه 8%. لكن كيف ما سبق لي وقلت بان هذه الازمه ما بين الجزائر والمغرب كشفت لنا بان عندنا شباب وعندنا طاقات ومحللين واساتذه في المستوى الكبير، شاب مغربي غادي يعطيه درس مجاني في الازمه ما بين المغرب والجزائر. نخليكم مع هذا الحوار وهذه القربله اللي واقعه، نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. من ذلك دعني الاخ حسام اقول لك على ان هذا القرار جاء نتيجه لقطع العلاقات الدبلوماسيه ما بين الجزائر وما بين المملكه المغربيه، فالجزائر اليوم انتقلت الى ما يسمى بدبلوماسيه القوى من خلال معاقبه اقتصاديا المغرب عما ارتكبه من افعال، هذا من الناحيه السياسيه ومن الناحيه القانونيه التي يندرج في اطار انه قرار سيادي. اما لو نتكلم من الناحيه التجاريه فالمعروف هنالك قاعده تجاريه تقول على ان العقد شريعه المتعاقدين، وبالتالي فالعقد كان مرتبط باجال زمنيه معينه وهو يخضع الى اراده الدوله الجزائريه لا سيما مؤسسه سوناتراك، ورات السلطه التقديريه على أن مؤسسة سوناتراك ترفض عملية تجديد هذا العقد، وبالتالي فهذا القرار له كذلك ما يبرره قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا، وهو يشكل نوع من العقوبات الاقتصادية على المغرب نظرا للأفعال التي ارتكبتها. طيب، عقوبات اقتصادية على المغرب نظرا للأفعال التي ارتكبتها، أستاذ حمزة، يعني دخلنا في العقوبات الآن، ما هو رد المغرب؟ نعم، معك بالأسف، وهو من جهة أحادية من طرف النظام الجزائري لوحده فقط. جوابا على سؤالك، ليست عقوبات أبدا. الشراكة في عقد تمديد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي هي علاقة رابح 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 ما بين الجزائر والمغرب وإسبانيا وكذلك حتى البرتغال والقارة الأوروبية بمختلف مكوناتها من خلال الإمداد بالطاقة خاصة الغاز الطبيعي. اليوم إذا ما قررت الجزائر بشكل أحادي غلق هذا الأنبوب وعدم تجديد هذا العقد الذي دام لأزيد من عقدين من الزمن منذ 20 سنة، والجزائر تتوفر على سيولة مالية هامة من خلال بيع عشرات المليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية عبر الأنبوب الغاز المغارب الأوروبي، فذلك يظل شأنا اقتصاديا أكثر من أنه سيادي. اليوم الذي نتعجب إليه وهو أن اليوم الجزائر أضحت تؤسس لمنطق جديد في العلاقات الدولية. كيف يمكن لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية أن يتم الإعلان عنه من خلال وزير الخارجية وقد يكون متفهما ذلك؟ ولكن الغريب أن قرار قطع أنبوب الغاز يتخذه مؤسسة رئاسة الجمهورية بينما هو يكتفي فقط بشركة سوناتراك في علاقتها التعاقدية مع المكتب الوطني اللي هضروا مناسب هضروا اللي مختلف بالطاقة. إذا اليوم يرى المنتظم الدولي مدى جهل ومدى انزعاج نفسية النظام الجزائري بعدائه الأحادي تجاه المغرب. الجزائر قطعت الأجواء الجوية، قطعت الحدود البرية، قطعت العلاقات الدبلوماسية، ولو كانت تمتلك الجزائر الحق في قطع الهواء والمطار لقطعته عن المغرب، لأن ما يؤمن به النظام العسكري الجزائري نظام الكبرانات بهذه التسمية التي يستحقها، وهو أن كل ما يضر المغرب فهو ينفع الجزائر، وهذه هي إشكالية اليوم في العلاقات المغربية الجزائرية، وهي تلك العقيدة العسكرية التي تأسست سنة بعد استقلال الجزائر سنة 1963 من خلال الحرب. تربه لولي أبو الفضل، يعني الجزائر قطعت العلاقات مع المغرب، العلاقات الدبلوماسية في نهاية أوت بسبب ما وصفته بأعمال عدائية من جانب المملكة،
وهو يعني طبعا قرار اعتبرته الرباط غير مبرر على الإطلاق، وبعدها يعني منعت الطيران المدني والعسكري من المرور على الأجواء الجزائرية، والآن يعني إبطال هذه الصفقة وعدم التمديد في هذا العقد بتمرير الغاز إلى إسبانيا والذي يستفاد منه المغرب. يعني كل هذا والجزائر مستمرة في هذا التصعيد، برأيك هل يستحق يعني الأمر كل هذا التصعيد الآن بين البلدين؟ لا، اولا الاخ عصام دعني ارد على بعض المغالطات التي جاءت من الاستاذ حمزه. اولا نتكلم من ناحيه القانون الدولي وليس من حيث ما يسمى بالهجوم الذي ليس له اي معنى في المناقشات العلميه والاكاديميه. فاولا نحن فيما يخص نداء المحبه، نحن الشعب الجزائري ليس لدينا اي مشكل مع الشعب المغربي الشقيق، المشكل مع النظام المخزن المغربي الذي يرتكب اعمالا عدائيه ضد الجزائر. النظام المغربي الذي قام بعملية الجوسسة باستعمال وسائل إسرائيلية ضد الجزائر، النظام المغربي الذي جاء بوزير خارجية الكيان الإسرائيلي وبدا بتصريحات خطيرة، النظام المغربي هو الذي يقوم بهذه الأعمال. أما الشعب المغربي فنكون له كل الاحترام، والذي هو في حد ذاته هو شعب كذلك يعاني. هذه النقطة الأولى فيما يخص المغالطات. أما حديثك عن أن الجزائر لديها نظام عسكري، فهذا أنت أولا أنت تتكلم بكلام ليس منطقي وليس قانوني، وتتكلم بدون أي تأسيس على ذلك. نحن في الجزائر دولة مدنية بدستور حديث وبناء ديمقراطي رزين، فانتقلنا إلى ما انتخابات رئاسية وانتخابات البرلمان، وهذا نحن اليوم قمنا باستفتاء حول الدستور، وبالتالي كلامك مردود عليه وهو مستهلك وسبق لأطراف أخرى أن تكلمت عليه، فلا داعي لهذا الكلام الذي لا يثمن ولا يغني من جوع وليست له علاقة بالقانون الدولي على الإطلاق. أما قضية قطع الغاز والأنبوب فهي قضية تقنية، وقلت سابقا على أنها قضية تتعلق بالسيادة الوطنية، ورئيس الجمهورية هو الذي يمثل السلطة التنفيذية وهو الذي يشرف على جميع المؤسسات، ومن يملك الكل يملك الجزء، وبالتالي التصريح الصادر من رئيس الجمهورية هو تصريح يدخل في إطار ممارسته للسلطة التنفيذية، وهو المشرف الأول والآخر على المؤسسات الاستراتيجية، وبالتالي ما دخل هنا منطق القانون الدولي أو بناء القانون الدولي أو غير ذلك من هذه المصطلحات غير المؤسسة التي جاءت من الزمان، وبالتالي لا يوجد أي انعزاز أو بالعكس نحن لن نخسر شيئا من قطع الحدود، نحن لن بالعكس الحدود كانت مقطوعة سابقا، وبالتالي لا يوجد أي انقطاع ولا يوجد أي تدهور نفسي كما جاء، وبالتالي هذا الكلام غير مؤسس وغير منطقي. الجزائر اتخذت قرارات سيادية، وأعيد وأقول النظام الجزائري غاضب من النظام المغربي، والنظام المغربي يدفع ثمن ما قامت به الجزائر. العقوبات الاقتصادية سوف تتأثر بها المغرب من حيث تمويل الكهرباء، هذه النقطة الأولى والمهمة الأساسية، وسوف يقع مشكل تمويل المنازل العائلات بالكهرباء. النقطة الثانية والأساسية، سوف تتأثر المصانع المغربية التي تعمل بالغاز. لكن استاذ دكتور بهلولي، انت تقول ان علاقة الجزائر، يعني الجزائر لا تستهدف الشعب المغربي بل تستهدف المخزن المغربي، لكن هذه الاجراءات يعني عمليا هي تستهدف الشعب المغربي، يعني من سيتضرر ان كان يعني الاستاذ حمزة يؤكد هذا التضرر ام لا، لكن من سيتضرر في الاخير هو الشعب المغربي الذي سيفتقد للكهرباء والذي سيجد صعوبة ربما في ان تصل اليه هذه الخدمات. نعم الأخ حسام، يتضرر نتيجة السياسات الخاطئة التي ارتكبتها النظام المغربي، فالشعب المغربي يتضرر بما يرتكبه صانع القرار في المغرب من سياسات خاطئة. هنا أتكلم على نقطة أساسية وهي المتعلقة بأنهم يتحدثون أنه لا يوجد أي ضرر بالنسبة لعملية قطع الكهرباء، فالجزائر كانت تمد كل العون للنظام المغربي، الكثير من الأحيان طيب. النظام المغربي كان طيب. يقع، دعني أقول هذه النقطة فقط وأكمل، النظام المغربي في كثير من الأحيان كان يقع في مشكل التمويل بالكهرباء، فالجزائر كانت تساعد في عملية التمويل بالكهرباء، لكن المغرب كان يلعب تحت الطاولة وارتكب أفعال عدائية، وبالتالي صانع القرار بالجزائر اتخذ جملة من الإجراءات في القانون الدولي من قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الموجهة للمغرب نتيجة للأفعال العدوانية التي كان يرتكبها.
طيب دكتور بهلولي، فقط ملاحظة تقنية من فضلك لو تكرمت ارجع قليلا الى الخلف لتظهر صورتك كاملة في الشاشة. استاذ حمزة، يعني اجراءات وصفها للمرة الثانية الدكتور بهلولي بالعقوبات الاقتصادية، هذه الكلمة العقوبات الاقتصادية على المغرب. المغرب كان مستفيد في الحقيقة من عقد الغاز الجزائري المار على ترابه، كان يأخذ حصة، كان يمول يعني المشروعات الطاقية في المغرب. الآن المغرب سيتضرر قليلا من هذا يعني من هذا القرار الجزائري، بالتالي هنا نتساءل لماذا وصلنا لهذه المرحلة أستاذ حمزة؟ لماذا لم يكن هناك ربما نوع من التواصل المغربي الجزائري لكي لا يصل البلدين لهذه النقطة التي أصبحت تمس الآن الشعوب وأصبحت تمس مصلحة الشعوب أكثر من مجرد مناكفات سياسية بين حكام؟ طبيعي جدا حينما تجد نفسك أمام نظام عسكري مستبد لعب بمختلف الأوراق واحترقت مختلف أوراقه في خلق عداء وهمي تجاه المملكة المغربية، بينما المغرب يواجه ذلك بالحكمة والتريث وبالتبصر وبعدم اندفاع نحو التدافع ونحو تصعيد الخطاب سواء عبر اللغة أو عبر الإجراءات أو عبر اتخاذ مواقف عدائية تجاه دولة الجزائر الشقيقة. هذه الأمور هي جد طبيعية. استعمال مفرد عقوبات، هذه بلادة لغوية وفكرية وجامعية لا تليق بأستاذ جامعي مع كامل الأسف. أي عقوبات يمكن أن تتكلمها؟ هنالك عقد أتى على نهايته، رفضت الجزائر بشكل أحادي وقف عدم تجديده، فذلك لا يعني المغرب ولا إسبانيا ولا البرتغال بشيء، هو قرار أحادي. اليوم هنالك خسارة اقتصادية للجزائر أولا، عليها اليوم أن تلتزم وأن توفر الضمانات لتمويل الغاز إلى إسبانيا وكذلك البرتغال. وهنا يجب أن نعود إلى الخطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حينما صرح وقال أنه إذا ما تعذر على الجزائر امدادات ضمان امدادات فعليه ان تنقلها عبر السفن كغاز مسيل، وهذا يعني ان هنالك كلفه اضافيه الى الشحن، وهناك كلفه اضافيه الى تكرير ذلك الغاز غاز المسيل الى غاز طبيعي، بمعنى ان الخاسر الاكبر في هذه العمليه هي الجزائر، لان ارباحها الاقتصاديه ستتضاءل، وكذلك ستكون هنالك اشكاليه الطاقه والتي تعتبر معضله اليوم على مستوى الاتحاد الاوروبي لا سيما في العلاقه مع روسيا وغيرها من الامور. إذن ليست هنالك عقوبات، من له العقوبات هو الشعب الجزائري، بالله عليك من هو الشعب اليوم الذي نجده في الطوابير من أجل المياه ومن أجل الحليب ومن أجل البطاطس ومن أجل مجموعة من المواد الغذائية ذات الأولوية؟ مختلف الواردات المالية للجزائر تفوق أزيد من 95% من خلال بعار الغاز والبترول. الجزائر النظام الجزائري هو خاطئ، البترول هو متوفر لدى الدول الحليفة للمملكة المغربية سواء الولايات المتحدة الأمريكية سواء دول الخليج، وثمنه يباع عن طريق بورصة البترول على الصعيد الأثمنة الدولية. إذا المغرب مستعد لشرائه وله مجموعة من الحلول البديلة، وهذا ما تم التأكيد عليه ببيان من قبل الجهات المكاتب الوطنية المختصة. لكن حلول مكلفة بالنسبة للمغرب أيضا، ليس بالنسبة للجزائر فقط. نعم لم أسمعك شيء. الحلول التي تحدثت عنها هي حلول مكلفة بالنسبة للمغرب. نعم طبيعة الحال هنالك طرق الشحن وكذلك التكرير وإلى ما غير ذلك، لكن يجب أن نستحضر أمور جيدة. نسبة التأثير لا تتجاوز فقط على مستوى محطتين ونسبتها 12% بالفقط. المغرب اليوم له كامل الاستعداد إلى التحول إلى دولة طاقات إنتاج الطاقات البديلة والطاقات النظيفة، واليوم هنالك الشراكة تبرم مع بريطانيا من أجل تصدير الطاقة النظيفة من الأقاليم الجنوبية المغربية صوب بريطانيا. المغرب له أكبر محطة شمسية على الصعيد الإفريقي وله مجموعة من الطاقات الريحية، حيث يتجه إلى جعل الطاقة البديلة والطاقة النظيفة هي المصدر الأساسي. فمن يعتقد على أنه يمتلك الغاز ويمتلك البترول فبذلك يمتلك كل شيء، فهو يجب أن يستحضر جيدا على أن هذه كل الأمور وأن العالم برمته يسير نحو اقتصاد بديل محافظ على المناخ ومحافظ على البيئة وغير من الأمور. بالتالي أقول أن النظام الجزائري باتخاذه قرار الأخير يكون قد استنفذ مختلف أوراقه. الجزائر اتهمت المغرب بحق الغابات الجزائري، اتهمت المغرب بمقتل بن اسماعيل الشهيد، اتهمت المغرب بدعم حركة الماك، اتهمت المغرب
بالتجسس وبيجاسوس وغير الامور. لم تترك شيئا الجزائر ما قالته، ولكن كل ما قالته الجزائر كان محبه الى النسيان، لم يكن له اي تاثير على المنتظم الدولي. وقرار مجلس الامن 2602 جاء ليثبت على ان الحل السياسي والسلمي والعادي لقضيه الصحراء المغربيه يكمن في تبني الحوار وما يكون مصدر بين مختلف. طيب سنتحدث عن القرار بعد قليل. تكون طرفا في هذا الحوار. بوليزاريو تم منعها من ولوج اللجنة الرابعة داخل الأمم المتحدة لأنها ليس لا تحظى لا بصفة العضوية كملاحظ ولا عضوية مراقب ولا كامل عضوية داخل الأمم المتحدة. وكذلك الأمر على مستوى جامعة الدول العربية. وهنالك دعوات الآن متكررة ومتزايدة إلى طردها من الاتحاد الإفريقي قريبا. هذه كلها أمور. المغرب هو يعي جيدا هذا الملف وهذا النزاع. وحينما نحدد على أن الجزائر هي طرف رئيسي وأساسي في هذا النزاع، فيستوجب عليها أن تكون داخل مئة الحوار. المغرب لن يجالس جبهة البوليزاريو الانفصالية الإرهابية أبدا إن لم يكن هناك الطرف الجزائري، لأن هي المحتضن ترابيا والمحتضن دبلوماسيا لهذه الحركة الانفصالية. إذن نحن نسمي الأمور بمسمياتها، أي شيء نتلفظ به فله مجموعة من الإثباتات. عكس النظام الجزائري، كل مرة وكل مرة في بياناته ومختلف خطاباته سواء عبر تصريحاته للقناة روسيا والقناة الدولية وغيرها من الأمور، يقول عن المغرب له أعمال عدائية. فإذا كان للمغربين فعلا عدائية، لماذا لم تلتج الجزائر إلى المنتظم الدولي وإلى مجلس الأمن وتقديم شكايات وبالأدلة والبراهين؟ لكن حينما نتهم الجزائر باحتضانها لجبهة البوليساريو، إن على المستوى العسكري، إن على المستوى الأمني، إن على المستوى السياسي، الاقتصادي، المالي، الدبلوماسي وغيرها من الأمور. هناك المجلس اللاني عينته الجزائر كمبعوث للمغرب العربي وكذلك الصحراء، وفيما بعد يقول انه ليس معنيا بالحوار بين الجزائر مع المغرب في قضيه الصحراء المغربي بحضور. لماذا جلست الجزائر في مختلف الحوارات والموائد المستديره خلال مبعوث هوسكولر الالماني السابق وغيرها من الامور؟ اليوم يتضح للمنتظم الدولي اليوم قناعه المغرب وهو أن يوصل رسالة إلى المنتظم الدولي. هذه حقيقة النظام الجزائري، هذه حقيقة جبهة البوليزاريو، هذه حقيقة المملكة المغربية في انفتاحها على العالم، في احتضانها لمختلف القنصليات التي تتوافد وتزيد من 26 على المستوى العربي، المستوى الإفريقي، وكذلك اليوم هنالك أمريكا اللاتينية ومجموعة من الدول تفتح، وكذلك الاعتراف في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر قوة على مستوى مجلس الأمن وهي صاحبة القلم في صياغة مشروع القرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصحراء وغير الأمور. طيب طيب أضف إليها فرنسا وأضف إليها مختلف دول العالم خاصة الدول العربية. هنالك استثناء وحيد اليوم عبر العالم نجده، وهي أن الجزائر تسعى لأن تغرد خارج السرب بكل ما أوتيت من قوة بأن تعادي للمغرب وأن تجعل للمغرب أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية داخلية، بينما الأصل أن تهتم بوضعها الداخلي، أن تهتم بالشعب الجزائري. طيب 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 أستاذ حمزة، طيب أستاذ حمزة، طيب أستاذ حمزة، يعني للأسف العلاقات يعني تأخذ في منحة متواصل في التصعيد. يعني برأيك وفي ختام البرنامج في دقيقة، يعني إلى أين تسير العلاقات؟ تحدثنا عن الصحراء المغربية، عن قطع خط الغاز، عن غلق الحدود، عن غلق المجال الجوي، عن طرد السفير. يعني كل هذه ربما يعني مؤشرات ودلائل على أن العلاقات مستمرة في التصعيد. برأيك يعني كيف ترى مستقبل العلاقات إن صح يعني تعبير العلاقات، لأنه الآن لم تعد هناك علاقات؟ أكيد على أن الجزائر والنظام الجزائري خاصة استنفد مختلف أوراقه، استنفد مختلف الخطوات في مواجهة المغرب، في محاولة زرع الفتنة، في محاولة جر المغرب إلى المواجهة وإلى التصعيد، لكنها كل هذه المحاولات باءت بالفشل، خاصة مع قرار مجلس الأمن الأخير وارتياح المغرب وسيا الجزائر. وكذلك على مستوى الأنظمة الداخلية يرى أن المغرب هنالك استقرار سياسي اقتصادي اجتماعي، بينما هنالك احتقان سياسي واقتصادي على مستوى الشارع الجزائري. كل هذه الأمور حتى على مستوى العلاقات الدولية نرى كيف أن المغرب أصبح شريكا استراتيجيا موثوقا به، يحظى بوضع متقدم لدى الاتحاد الأوروبي وغيرها الأمور، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، استئناف المغرب بعلاقاته مع إسرائيل. نرى أن الجزائر تسعى لأن تكون لها موضع قدم مثلا
في حل سد النهضة ما بين مصر وإثيوبيا والسودان، وهذه الدول بالثلاثة هي إفريقية وهي تعترف وتطبع علاقاتها مع إسرائيل، وتسعى الجزائر إلى إدخال نفسها وإقحام نفسها كطرف مع دول لديها علاقات عادية وطبيعية قبل المغرب. المغرب جدد علاقته مع إسرائيل فقط هذه السنة، بينما العداء ما بين المغرب وما بين الجزائر من خلال الجزائر يمتد إلى سنة 1963، ليس وليد اللحظة. إذا المستقبل هو بيد الشباب الجزائري، بيد الأنظمة الداخلية الجزائر أن تصبح دولة مدنية يحكمها الشعب، يحكمها صناديق الاقتراع الحرة، هو السبيل الوحيد والأنجع، أو إذا ما نسأل الله عز وجل الهداية لمختلف كابرانات الجزائر. دكتور بهلولي، يعني برأيك يعني ما مستقبل العلاقات أمام هذا التصعيد المتواصل مع البلدين ومع فشل محاولات رأب الصدى بين البلدين؟ يعني كان هناك محاولات من قبل بعض الدول العربية، لكن الجزائر رفضت أي تدخلات في هذا الموضوع. حقيقة الجزائر رفضت أي وساطة، لماذا؟ لأنني سبق وأشرت أننا وصلنا إلى طريق مسدود في العلاقات مع المغرب، فالمغرب اليوم لا يمكن الجلوس معه في طاولة مفاوضات واحدة، ربما على المدى المتوسط أو المدى البعيد، نظرا للأسباب التي سبق وأن ذكرناها. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازالوا ما مشاركانش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد، وديما مغرب.